انا عارفه انه بقالكم شهور بتجهزوا لهذا الحدث وانت بالظبط متحمس بشكل كبير ليه. جدا، الحمد لله. احنا بذلنا مجهود احنا وشركه تاجر في بشكل كبير جدا لانجاح هذا الحدث الكبير. الحمد لله عندنا مشاركات من اكثر من 12 دوله وفود رسميه. مطار الكهرباء كان امبارح بيستقبل وفود من جميع انحاء العالم، وده شرف لينا. احنا قدرنا نجذب استثمارات من خارج مصر لمصر، خبراء ومستثمرين من جميع انحاء العالم موجودين بكره في سيتي ستار في انتر كونتيننتال. هنتناقش في كافه صور الاستثمار المباشره والغير المباشره. عاملين في معرض موجود فيه شركات بيوت خبره استثماريه من جميع انحاء العالم موجوده في ايا كان، في البورصه، في العقارات، وفي كل كافه انواع الاستثمار موجوده بكره في المعرض ان شاء الله، بالاضافه الى مؤتمر دولي. وهيفتتحه ان شاء الله، الافتتاح هيكون من خلال رئيس هيئه الاستثمار الاستاذ محسن عادل، هو اللي هيفتتح بكره وهيلقي كلمه الافتتاح ان شاء الله باذن الله، بالاضافه الى شخصيات عامه كبيره جدا. عندنا حد من العائله المالكه في الكويت، الشيخ نوال الصباح هتكون موجوده، والشيخ مالك الصباح هيكون موجود. عندنا شخصيات من الامارات، من ابو ظبي، من الغرفه التجاريه في ابو ظبي، السيده ريد الظاهري هتكون موجوده. عندنا تمثيل دولي من بوسطه لندن، وعندنا تمثيل دولي من بوسطه نيويورك، وعندنا ممثلين من اكبر مؤسسات الخبره في العالم كله موجودين، جنسيات كلها موجوده بكره في سيتي ستار ان شاء الله 10 صباحا بكره ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله احنا مرتبين الجدول الاعمال الخاص باليوم الاول واليوم الثاني، هتابعوه حضراتكم على الهواء واحنا بنكمل حديثنا مع دكتور نظامي. الجلسه الافتتاحيه هيكون فيها عدد كبير من الوزراء والمسؤولين والشخصيات المعروفه في مجال المال والاعمال. اسم الجلسه الافتتاحيه افتتاحية نظرة على الاستثمار في مصر في السنوات الخمس الماضية وعرض لمناخ الأعمال في مصر. قل لنا إيه العناوين الرئيسية للجلسة دي، لأنه فيها يعني وزراء كتار هيحضر إن شاء الله بإذن الله. احنا نتكلم أن بكرة احنا بنشوف مصر فعلا في تقدم، وبجميع الأرقام كلها حتى لسه مودلز وكل وكالات التصنيف العالمية بتقول أن مصر أن الوضع في مصر في فترة قادمة وضع جيد جدا، وأن الاقتصاد المصري استثمار في مصر قوي جدا. طبعا كان عندنا قانون الاستثمار الاخير تم تعديله، الوزير صح نص وتعديلات جديده في هيئه عامه الاستثمار، وطبعا اضافه كبيره من السيد محسن عادل الزميل والاخ عرف، طبعا اضافه كبيره جدا هيئه الاستثمار. كل ده بيقول ان مصر فعلا على خريطه جيده الاستثمار، وده كان واضح. احنا في المعرض هنعلن عن استثمارات بحوالي 700 مليار جنيه، هتكون هيتم اعلان عنها في المعرض ان شاء الله بكره ان شاء الله. حوالي 700 مليون جنيه هو الاستثمارات هتكون موجوده ان شاء الله باذن الله.